أعزائي المشاهدين أهلا بكم. يبدو أن العقيدة المسيحية تفاجئنا كل مرة بالكثير والكثير من الأمور الغامضة والغريبة. فإن كنا قد انتهينا الحلقات الماضية من مناقشة والتباحث في فكرة الثالوث وكيف أن الله ذات واحدة بثلاثة مظاهر وتشخصات، لكننا نفاجأ بعقيدة أغرب وأغرب، وهي أن الله يمكن أن يتجسد في صورة بشرية. ومع أن إيماننا البسيط يقول بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويمكن أن يتجسد في شجر كما حدث لموسى، وفي حجر أيضا كما حدث في موسى أيضا في الجبل، لكننا مرات نستبعد أن الله يمكن أن يكون إنسانا مثل أي واحد فينا. فهل هذه العقيدة يمكن أن تكون منطقية ومقبولة لإنسان للقرن العشرين، أم أن هذه العقيدة كانت مجرد نتاج بعض الأساطير اليونانية القديمة التي اعتنقوها القدماء، وحان الوقت أن ندحضها وأن نفندها؟ هذا هو موضوع حلقتنا في هذه الفرصة، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة جديدة. في هذه الحلقة نعود لمناقشة ما كنا قد بدأناه قبل قليل في فكرة تجسد الله. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور داود رياض، أستاذ علم الأديان المقارن في كلية اللاهوت الإنجليزية بالقاهرة، ودكتور عماد شحادة رئيس كلية اللاهوت بعمان الأردن. أهلا بكم دكتور داود. هبتدي بحضرتك، يعني إلى أي مدى تقبل أن تعبد إله في صورة إنسان بطبيعة الحال؟ يعني كشخص كبشر، الأفضل بالنسبة ليك، واختم الكلام بتاع سؤالي، أن تعبد إله منزه بعيد ساكن السماء العالية، أم أن تعبد إلها محدودا بسيطا إنجاز التعبير يمكن أن تلمسه بيدك؟ أيهما أكثر جلالا في نظرك شخصيا؟ بطريقة بسيطة طبعا الأكثر جلالا المتسامي المتعالي العظيم، لكن الله اختار أنه في ملء الزمان يكون في فترة معينة يتجسد خلالها، ومرة تانية طلع السماء وأرسل لنا الروح القدس. ففي فترة معينة من الزمان كان لابد أن يكون في تجسد، والتجسد ده تم وانتهى، وظل الله كما هو لأن الله روح. وحتى المسيح في نهاية حياته على الأرض بيقول له اديني المجد اللي كذي كان لي عندك منذ الأزل، فهو ليه هيرجع لحالة المجد مرة تانية. فهو نزل أرضنا، تواضع، أخلى نفسه، لكنه في ملء الزمان جه الأرضنا وعاش الحياة الكاملة ومات وقبر وقام وصعد إلى السماء وأرسل لنا الروح القدس. الله روح، الله مش ممكن نمسكه، لكن الله في محبته لنا تنازل. زي الملك لو دخل على قاعة والناس فيها ودخل الملك بكل مجد والناس هتخاف، لكن في تنازل الله نزل بطريقة بسيطة، زي فجأة في رجل عادي وسطينا، وبعدين اكتشفنا مع الوقت انه هو ده الملك، نبقى استأنسنا ما خفناش منه، وبعد كده الامور لما نكتشف انه هو ده الملك يكون نحس براحة. لكن لو جيب كل مجده الله، مع فرق التشبيه الملك يخوف، فما بال الله؟ الله لو ظهر بكل مجده بالنسبة لنا احنا نحترق، ما نقدرش. لكن الله اختار انه يتنازل ويتجسد، لكن ما زال هو الله الساكن سماء، هو كل السلطان كل الكون. حتى لو خدنا مثل الملك المتنازل اثناء وجوده في شكل بسيط ووسط الناس، في نفس الوقت يظل سلطانه يملأ كل ملكوته. فبنفس الكلام عن الله، حتى أثناء التجسد كان سلطانه يملأ كل ملكوته وقوته، لم تحد، التجسد لم يقلل من الله. بالعكس، إذا الناس شافت الملك وقالت عليه معقول ده الملك، لا ده مش الملك، المشكلة تبقى فيهم هم مش في الملك، ده هو تنازل. عدم إدراك الرعية للتجسد أو للتنازل لا يقلل من شأن الملك ولا مما عمله. أشكرك. عدم إدراك الناس للتجسد لا يقلل من شأن الله ولا من عظمة ما عمله. دكتور عماد، ألفنا في مجتمعاتنا الشرقية عندما نقول الله أن نضع كلمة تعالى جنب لفظ الجلالة، هل نظل على يقين بأن نقول أنه الله تعالى وهو بهذا الشكل قد تنازل؟ أنا بقول تعالى أكثر، يعني تعالى أكثر، يعني وهو ينزل سبحانه وتعالى أتى إلينا، وهو بالنسبة للبشر مفروض يقولوا تعالى أكثر من السابق، يعني ارتفع بنظري أكثر.
هو عالي لدرجة، عظيم لدرجة أن أتى لعندي. فهذا الإله السامي البعيد عن خارج الوصف البشري، أعلى منا بكثير، ينزل إلينا، وهذا ينبغي أن يولد فينا التسبيح والعبادة أكثر إله، ونرفع أكثر من السابق. المقاطعة، يعني أقصد أن أسأل، يعني هل لازلت تعتقد في هذا السمو والعظمة؟ ألم ينتقص التجسد من عظمة الله في نظرك؟ لا أبدا، بالعكس هو ارتفع بنظري. شوف، بقول المسيح، بقول في فيليبي 2، هو معادلا لله، هو في طبيعة الإلهية منذ الأزل كائن في صورة الله، أي معادلا لله. نعم. سرمدين، لأنه المسيح الله، طبيعة الله دائما هي لا أن تأخذ بل أن تعطي. طبيعة الله، فلما الله يعطي إلينا وعطاؤه لدرجة أنه أخلى نفسه وأتى إلينا، هذا يعبر عن مدى عظمته، وليس ولا يحط من قدره، بل بالعكس يرفع من قدره. كما لو سيد البلاد أو ملك البلاد أو رئيس الدولة ينزل إلى الخندق مع الجندي، فالجندي راح يزيد احتراما لسيد لرئيس الدولة، لأنه نزل عنده في الخندق وقت المعركة، يرفع من شأنه. بالعكس، فالله تعالى يرتفع بنظر الإنسان لأنه أتى لإنقاذ الإنسان. استخدمت حضرتك الآية الواردة في فيليب 2. فيليب 2 أعتبره، ويعتبر البعض من المفسرين الكتابيين اللاهوتيين، يعني هو أقدم لتروجية أو تسبحة نطق بها بولس في كتاباته. هذه التسبحة القديمة التي قالها في فيليب أصحاح 2 عدد 6 عن شخص المسيح، يقول: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنفترض أن الله يريد أن يتخذ جسد بشري وهو على كل شيء قدير، لا جدل، مما أخلى نفسه؟ دي قضية كبيرة جدا. دعني أضع بعض الافتراضات. هل أخلى نفسه من الألوهية؟ هل أخلى نفسه من صفاتي؟ وهل يمكن أن يفصل صفاته عن حقيقته؟ هل أخلى نفسه من استخدام هذه الصفات أساسا فأحد نفسه في هذا الجسد؟ هل أخلى نفسه من الاستعمال المنفرد لهذه الصفات فلم يمكن أن يستعمل صفة منها بالإنعزال عن الله الآب، وبالشكل ده يكون معتمد على الآب؟ ما معنى هذا التعبير الغامض؟ يقول لم يحسب خلسة، يعني سرقة، أو يستغل الموضوع، يعني كونه الله ما استغل كونه، ما استغل ألوهيته حتى يضر الآخرين، أو حتى يفرجي ألوهيته، أو يتعظم على الناس، يتظاهر بها أو يستعرضها. ما استخدم حقوقه لمصلحته الشخصية إطلاقا. فهو لم يخلي نفسه من الطبيعة الإلهية أبدا، حاشا، لأنه كان يشفي المرضى، يقيم الموتى، يغفر الخطية، كان باستمرار يستخدم الطبيعة الإلهية، لكنه هو زي ما ذكرت بأحد الاحتمالات اللي ذكرت أنه حدد من استخدام الطبيعة الإلهية. أقول لك شو بقصد هيك. مثلا أنا مع أولادي لما كانوا صغار السن ألعب معهم على الأرض رياضة أو شيء، ما بلعب معهم بكامل قوتي كرجل ناضج، بحدد من قوتي عشان ألعب معهم بمستوى قوتهم كأطفال، وإلا بأذيهم. نفس الشيء الله حدد من استخدام كل مزاياك الله بقرار من عنده. الآن حتى نفهمها بشكل أوضح، النص الكتابي، هذه الليتروجية أو هذه الترنيمة أو شو ما تسميها، تسبيحة، تسبيحة، هي لا زالت بالوحي، هي بوحي الروح القدس، هي كلمة الله. النص بوضح لنا معنى أخلى نفسه، بقول لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة. الآن كلمة أخلى هذا فعل، الآن بوضح الفعل بأسماء فاعل، شو يعني؟ بقول ذهب الرجل فرحاً. فرحاً بتقولنا ذهابه كان بأي شكل، بأي طريقة. وهنا أخلى نفسه آخذاً، ها أول اسم فعل، ثلاث أسماء فعل، آخذاً صورة عبد. فأول طريقة أن أخلى نفسه أنه أضاف طبيعة بشرية، هو كائن في صورة الله، أخذ صورة عبد بقرار من عنده، بندافع محبتي، أضافة، آخذاً صورة عبد. ثم صائراً، هي اسم الفاعل الثاني، صائراً
في شبه الناس، يعني حقيقة في التاريخ في زمان ومكان صار في شبه الناس. شو يعني في الشبه؟ إنه إنسان 100% باختلاف واحد إنه بدون خطية، هو طبيعة بشرية لكن لا يعرف الخطية، لم يرتكب خطية، ليس فيه خطية. فإذا آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، واسم الفاعل الثالث هي حرفيا موجودا في الهيئة كإنسان، هو حقيقة بيتكلم عن الاختبار البشري له، فالناس لمسوه، حسوه، سمعوه، سألوه، تفاعلوا معه، فاختبروا الله متجسدا على الكرة الأرضية، اختبروه هذا الاختبار، وكان موجودا في الهيئة في الصورة الظاهرة، في الصورة كإنسان، واختبروه كإنسان وعاشروه، مشوا بالشوارع معه، أكلوا معه، وتعشوا معه إلى آخره. وثم فإذن هو أخلى نفسه بهاي الطريقة، بأخيرا وضع نفسه لدرجة أنه صار ذهب إلى الموت، وضع حرفيا وضع نفسه صائرا مطيعا. كيف وضع نفسه لدرجة الطاعة، لدرجة أشنع نوع من اختبر أشنع نوع من الموت، موت الصليب. هذا هو التجسس، هو إخلاء نفسه أنه أضاف طبيعة بشرية بهدف أن يموت لأجل خطايا البشر، هذه هي إخلاء نفسه. وهذا عمل جبار، فهو عم بيعمل شيء في عملية التجسد هذه، في عنده هدف لأجل السرور الموضوع أمامه، هو احتمل الصليب مشان مين؟ مشاننا إحنا، محبته إلنا إحنا، هذا السرور عشان يأملنا السماء، يأملنا الأمجاد والمجد فيما بعد. وصلت نقطتك دكتور داود. أود أن أعود مرة جديدة إلى فكرة التجسد. تجسد الله في المسيح، أنت عندك شك في الكلام ده؟ لا، مفيش أي شك. طيب، فماذا عن الله الآب؟ هل تجسد الآب؟ الابن هو الذي تجسد، الأقنوم الثاني تجسد. هل الله الذي نعرفه والذي لم يتجسد في شخص المسيح له دم؟ إذا تكلمنا عن الله، الله روح، نعم، أما عندما اتخذ جسدا فصار له كل ما يختص به الطبيعة البشرية، فكان ليه دم على الصليب الابن، وسال الدم ومات موت حقيقي، هذا بكل تأكيد في جسد، في دم، في لحم، في موت. طيب هقرأ لك آية وعاوزك تشرحها لي بشكل مبسط. أعمال 20:28، احترزوا يقول بولس إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هل عمن كان يتكلم بولس هنا؟ هنا بيتكلم عن أنه الاقتناء اللي تم بالدم هو عمل الفداء، فالدم هنا دم الفداء، لكن مش تعود على الآب، تعود على التجسد، تعود على الكفارة اللي قدمها المسيح. فهنا قدم دمه، قدم جسده، قدم نفسه فدية وكفارة. فهنا التعبير عن انه قدم الدم، لانه الدم لما بينتهي من الانسان خلاص بيموت، فهنا مقصود بيها تعبير، مقصود بيه انه قدم هذا الجسد، قدم نفسه فدية وكفارة. اذا الدم ليس دم دم الجسد، دم الجسد يقصد انه هنا خلاص انتوا فاهمين ضمنيا انه في تجسد، وهذا التجسد كان فيه دم، لكن الله لا يشوبه شيء جسدي كروح. الله روح. طيب هل الروح بتتكلم بصوت مسموع وبلغة مفهومة؟ طبعا الله أسمى من أنه هو يعمل اللي هو عايزه، إذا كان معلش الجسد يقدر يعمل حاجات، فالروح حر في أن يعمل اللي هو عايزه. يعني مثلا لما ظهر للتلاميذ وابتدوا يخافوا بعد القيامة، وفي مرات كانوا بيفتكروا ده روح ولا إيه، فكان ممكن يخليهم يلمسوه، أو لما جت مريم تمسكه قال لها لا تلمسيني، بمعنى لا تعقيني. لكن الفكرة أنه الله، الله روح، في التجسد اتخذ جسدا حقيقيا له كل الصفات، له الجسد وله الدم. وهنا عندنا لما يتكلم انه يعني فدانا بدمه، او انه دم يعني فدى الرعيه بتاعته بدمه، مقصود بها انه قدم نفسه فدية وكفاره، لانه حسب العهد القديم النفس في الدم. ماذا لو راينا الجسد امام اعيننا وراينا الروح يتكلم رغم ان الجسد صامت؟ ما تفسير هذا؟ اعطيني مثل. في المعموديه كان الجسد يقف أمامنا صامتا، المسيح الله في الجسد، والناس تسمع صوت من السماء يتكلم. هل الروح تتكلم وتتكلم بلغة مسموعة ومفهومة؟ نتكلم عن الآب الذي لم يتجسد والذي لم نرى.
هنا إثبات أو أحد تعبير تواجد الأقانيم بنفس الوقت كإله واحد. والله الله الآب يقول هذا هو ابن الحبيب. لا أنا مش بتكلم على ثلاثة أقانيم، عفوا المقاطعة، لكن بتكلم عن كيف يتكلم الروح، كيف كلم الله الأنبياء، أي أنبياء كيف كان يتكلم. يعني هنا في معمودية المسيح الروح القدس حل عليه بهيئة حمامة، وهنا المسيح الابن موجود، والله الأب عم بيتكلم. أنا لا أريد أن أثبت أن الثلاثة في مشهد واحد، ماشي أنا فاهم عليه. بس شو المانع؟ يعني مش فاهم شو المشكلة في أنه الله يتكلم، هو الله يتكلم لأنه يعني روح. طيب الله روح. نسمع الكلام بشكل حرفي وفيزيائي من خلال أجساد. الذي صنع الفم ألا يتكلم؟ يتكلم. بس وقت آدم، آدم عرف الله إزاي؟ الله كان بيكلم آدم ده بكل تأكيد، كل الناس تتفق على الله قبل السقوط لها حيثيات أخرى. حلو. وبعد السقوط مش كلمه بعد السقوط وكلم الأنبياء؟ يعني هو لما قال لآدم آدم أين أنت، مش كان خلاص سقط؟ لسه بيكلمه. فالله ممكن يتكلم، هو روح بس الروح البشرية بتاعتنا لو واحد فينا مات روحه لسه قاعدة لكن ما يتكلمش. لكن احنا لما بنتكلم عن روح الله، الله حر يقدر يتكلم، يقدر يتجسد، يقدر يظهر بأي صورة. فالروح العادية البشرية لو واحد مات، لو واحد فينا مات روحه مش هتتكلم خلاص، جسد لوحده مش هينفع، لكن بيتكلم، لكن غير متصل بالواقع المحسوس وبالأذن وبالجو. إذا كان الله يقيم المعجزات فلما يتكلم الناس قبل التجسد يتكلم الناس إزاي؟ بلاش آدم، قبل السقوط وبعد السقوط والأنبياء عموما كلمهم إزاي؟ كلمهم بلغتهم، وبعدين معلش كلم العبري بالعبري وكلم اليوناني باليوناني وكلم أي حد باللغة بتاعته. والمسيح لما جاء على الأرض كلم الناس بالآرامية، اللغة المستخدمة الشائع. فهنا الكلام من الروح ده أبسط شيء عند الله. هل تؤمن أن الشيطان في التفاصيل؟ مش فاهم سؤالك بالضبط. في مثل عندنا في مصر معرفش وصل يعني عندكم ولا لا، بيقول لك الشيطان في التفاصيل. هل تؤمن بهذا في 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 الوحي؟ أنا في التفاصيل هناك شياطين. حتى أننا عند حدود معينة لا نسأل ولا نناقش ولا نعارض. في واحد إجا لجون كالفن، جون كالفن بتاع الكالفينية يعني، بيسأل، كان بيستهزئ يعني، بيقول له يا جون كالفن شو كان الله بيعمل قبل ما خلق الدنيا، شو كان عم بيعمل؟ فجون كالفن قال له كان عم بيخلق جهنم للي بيسألوا هيك أسئلة. ده بس ما ده مش مقصود هو طبعا. مش قصدي انت. لا لا، هو 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 يمكن اللي يحل مشكلة ان احنا لا نرتقي فوق ما ينبغي. لا لا لا، لا اسال في بعض الحاجات، لا اسال في فيما لا يعني فيما لم يعلنه الكتاب، لكنني اسال في تفاصيل الكتاب. هل يحق لي ان اسال؟ طبعا، بس بفضل تحكي مثل محدد. لا انا بدي القاعده العامه وخاف بس يكون يعني الشيطان في التفاصيل يعني. لا سمح الله. لا سؤال يبدو انه اخير لكنه ليس اخرا. المسيح كلمه الله، الكلمه المنطوقه ام الكلمه الذاتيه؟ فاذا كان المسيح الكلمه صامتا في نفس الموضوع اللي فات، والله الاب متكلما بدون هذا هذه الكلمه، فما معنى ان يكون لله كلمتان، كلمه من السماء وكلمة أخرى على الأرض؟ أم أني أسأت الفهم؟ يعني السؤال غريب شوي. أنا خايف أن يكون الشيطان في التفاصيل. يعني مش عارف، يعني لما نتكلم عن المسيح الكلمة، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله الآب وكان الكلمة الله في الجوهر. طيب أصل إلى نهاية السؤال. هل المسيح الكلمة بمعنى الكلمة المنطوقة أم الكلمة بمعنى آخر؟ الكلمة المتجسد، هو ليس الكلمة كشيء، هو شخصية، المسيح شخصية. فاستخدام كلمة لوغوس أو كلمة عن المسيح يعني لها ارتباط في عدد 18. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر، هو أعطانا الصورة الصحيحة الدقيقة بلا شائبة عن الله، فهو يعبر عن الله. يعني ليس فقط كيانا ثم متكلم. وبعدين عبرانين واحد واحد يحل لنا المشكلة بمنتهى السهولة. الله كلمنا بأنواع وطرق كثيرة، وكلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يعني الله كان بيتكلم وبعدين هنا كلمنا في ابنه، فحمل سلطان الله وتجسد وكان الكلمة المتجسد. تصلنا أسئلة في هذا الصدد،
انه انتم تقولون ان المسيح كلمه الله والله يتكلم بدون المسيح. فانا اريد بس ان يعني اضع خط فاصل ما بين الكلمه بالمفهوم الذي ذكرت به عن شخص المسيح ده الهدف الهدف الطيب اللي جواه يعني انا مش قصدي يعني ازيد الامور سفسطه يعني والكلمه المنطوقه العاديه انه لم يكن كلمه منطوقه لكنه كان يعبر عن ذات الله فقط لا اكثر انا بقول انه في انواع مختلفه لتكلم الله شفنا طرق وانواع مختلفه عن طريق الانبياء وكذا انواع مختلفه والأوريم والتميم والمعجزات الله يتكلم بطرق خاصه ثم الله الكلمه المتجسد المسيح ثم هناك الكلمة بالوحي ما دون هاي كلمة الله أيضا الوحي وحي الروح القدس هذا الكلام نفخ الله هذا هذا أيضا كلمة الله فالله يتكلم إلينا يتكلم اليوم إلينا بالروح القدس هذا كلام كلامه اتصاله معنا فهناك أنواع مختلفة كيف الله بأقانيمه يتكلم إلينا كيف هكذا أعزائي المشاهدين بوليتل في كتابه دراسات لاهوتية يقول في المقدمة أن هناك شخصا كبيرا في السن عندما كان يقرأ وقال الله كان يقفل كتابه المقدس ويقفز فرحا ويظل يصرخ ويقول قال الله قال الله فالله لا زال يتكلم لا زال يعلن عن ذاته أعلن عنها في طرق كثيرة كما سمعنا وأعلن عنها في أعظم إعلان في شخص المسيح يسوع أدعوك أن تفكر في هذا الكلام لماذا لا يعلن الله عن ذاته؟ لماذا يريد الله أن يظل محتجبا وغامضا عنا؟ وهو خلقنا لكي لا يتعسنا ويشقينا بل لكي يستمتع بنا وأن نفهمه وأن نحبه وأن نقدم له عبادة ممتلئة بالحب. في نهاية الحلقة أتوجه بشكر خاص للدكتور داود على مجيئه وتشريفه لنا ودكتور عماد شحادة كان معنا من الأردن و أعزائي المشاهدين لا تنسوا أن تراسلونا وأن تضعوا كل ما يخطر ويجول ببالكم من أسئلة نحن نطرح كل الأسئلة بشفافية شديدة على راسلونا على الإيميلات التي تظهر على الشاشة وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم منا جزيل الشكر والرب معكم.